الآن ننتقل مباشرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع مراسلنا كريم بيبرس. كريم، بعد التحية، يعني انقل لنا كيف تسير الأجواء والحضور من قبل رؤساء والحكومات المشاركة في قمة القمس. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع مشاهدي القناة الأولى. بالفعل ننقل لكم فعاليات مؤتمر الكوميسا هنا من العاصمة الإدارية الجديدة. نتحدث أن مصر اليوم تتسلم قيادة هذا المؤتمر بعد 20 عاما، حيث كانت المرة السابقة في عام 2001 وهذه هي المرة الثانية لمصر عام 2021. هناك بالطبع ملفات عديدة سيتم نقاشها في هذا المؤتمر، ولكن نحن نتحدث عن عودة مصر لأحضان أفريقيا مرة أخرى واحتضان مصر للدول الأفريقية مرة أخرى. نتحدث بالطبع عن الكوميسا وهم 21 دولة بالفعل في الكوميسا للتجارة المتبادلة بين مصر والدول الأفريقية. كما تحدثت منذ قليل بالطبع أنها وصلت حجم التجارة خلال الفترة السابقة إلى ما يقرب إلى 3 مليار دولار بالفعل، وهذا هو رقم كبير بالفعل، هذا بالرغم بالطبع من تداعيات كوفيد 19 أو فيروس كورونا الذي بالطبع اجتاح العالم كله. منذ صباح اليوم بالطبع بدأت اليوم بالصورة التفكيرية للرئيس عبد الفتاح السيسي والرؤساء الدول المختلفة والحكومات، وصورة تفكيرية أيضا بحضور الوزراء المصريين. ثم بدأت بعد ذلك الجلسة الافتتاحية، حيث تسلمت مصر بالفعل اليوم رئاسة المؤتمر من دولتها الشقيقة السابقة مدغشقر. نتحدث بعد ذلك عن بالطبع كلمات مختلفة لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات. بدأت بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم بالطبع كلمة لتونس وكلمة لليبيا، وهناك بالطبع سيكون هناك برنامج على مدار اليوم. بدأت بالكلمة الصورة التذكارية والكلمة الافتتاحية، سيليها بعد ذلك جلسة عامة وجلسة مغلقة ثم الجلسة الختامية. هناك بالطبع محاور عديدة سيتم مناقشتها اليوم. نتحدث بالطبع عن طريق القاهرة كيب تاون، وهو هذا طريق الهام جدا، طريق تجاري، سيكون طريق بري وأيضا طريق عن طريق السكة الحديد ليربط بين مصر وجنوب أفريقيا الدول بالطبع التي سيمر من خلالها هذا الطريق. نتحدث عن تبادل تجاري مختلف في جميع يعني ربما السلع. ربما تحدثت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن أهم التبادل الموارد التي تم تبادلها تجاريا بين مصر والدول الأفريقية في الكوميسا، مثل البلاستيك والفوسفات وغيرها من المواد المختلفة التي بالطبع وصلت لرقم كبير مقارنة بالسنين الماضية. منذ 10 سنوات وصلت بالطبع ل5% تقريبا ازدياد خلال ال10 سنوات الماضية بين مصر والدول الأفريقية. تحدث أيضا عن مشاركة الدول المختلفة الأفريقية. بالطبع هذا هو يعني هناك تبادل للخبرات بين مصر والدول الأفريقية، ونتحدث أيضا عن تبادل الخبرات في البنية التحتية، خصيصا من مصر، خصوصا بعد النقلة النوعية في البنية التحتية لمصر خلال الفترة الماضية. نتحدث أيضا عن حياة كريمة، الطرق المختلفة، سيتم نقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية المختلفة. بالطبع المؤتمر يقام اليوم على مدار يوم كامل بحضور كما ذكرتم رؤساء الدول والحكومات المختلفة. أيضا ربما سنشهد في هذا المؤتمر هذا العام إطلاق ما يطلق عليها الاستراتيجية 2025، وهي استراتيجية متوسطة المدى، وهي أيضا استراتيجية أخرى للتنمية المستدامة بشكل أو بآخر لعدة ملفات مختلفة، منها البنية التحتية كما ذكرنا. ستكون بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الاستراتيجية من 2021 حتى 2025، وبالطبع سنتابع سويا يعني على مدار اليوم جلسات العمل المختلفة والجلسات الختامية وأهم المحاور التي سيتم مناقشتها. نعم، بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا كريم بيبرس مباشرة من العاصمة الإدارية الجديدة وشرح لأجندة عمل القمة اليوم.